الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نهنئكم جميعا بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ونهنئ العراقيين جميعا والأمة الإسلامية بهذا العيد المبارك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن نعيش بأمن واستقرار وأمان وخلاص من جائحة كورونا ومن جميع الأسقام والأمراض، أمراض الأبدان وأمراض القلوب. يقول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذا الأمر الذي يحصل الآن هي رسائل ربانية للمسلمين ليرغمهم ويجبرهم على العودة إلى دينهم لأجل الصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة، لأن الله عز وجل لا يمكن أن يعذب عباده، وإنما يرسل لهم رسائل ربانية لكي يعودوا إلى دينهم وإلى عقيدتهم وإلى شريعتهم لكي يسعدوا في الدنيا والآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم من الأمراض والأسقام والفتن ما لم يكن في أسلافهم الذين من قبلهم. فهذا الذي حصل بسبب سوء أعمالنا هي دعوة هي مباركة بالعيد أولا، الآن كلامي مباركة بالعيد أولا، ودعوة للعودة إلى الله عز وجل وللتوبة والإنابة. ونبينا عليه الصلاة والسلام ينادينا ويقول: واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا جميعا وعن جميع على جميع العراقيين وعلى جميع الأمة الإسلامية بالأمن والأمان والشفاء من هذا الوباء ومن جميع الأمراض، إنه ولي ذلك والقادر عليه.